الشبيش تتكاثر تتكاثر بالبيض، بعدين الكتكوت راح يطلع يفقس هاي البيضة، هاي المرحلة الثانية، بعدين راح يصير كتكوت شوية يقدر يمشي. ها هنا من بالبيضة يفقس هسه بالعش أمه توكله، هنا بدأ يمشي شوية رقم ثلاثة، بعدين كبر وصار دجاجة كبيرة نسميه رقم أربعة، لأن دجاجة بيش تتكاثر بالبيض، بيش تتكاثر بالبيض.